مساء الخير. مصر بلد كل حاجة وعكسها، احنا بلد المتناقضات. في الوقت اللي كل الهيئات والجهات المصرية بتجري تداوي نتائج الإصلاح الاقتصادي الموجع المؤلم وتخيط جراحه العميقة فينا كلنا، احنا كلنا حاسين ان احنا بنتسرق وسط إجراءات استثنائية ما حصلتش قبل كده وغير مسبوقة. عشان نطلع بمستوى البلد الاقتصادي من الحفرة، في حفرة أكبر مفتوحة بتبلع أغلب الموجود وتسرقه. الناس كلها بتعاني وتشتكي بدون ما تفتح بقها، وفي بق أكبر مفتوح يبلع وينهب كل اللي يقدر عليه، اسمه الفساد. فتكون النتيجة الجري في المكان أو الحرت في البحر. إحنا بقينا عايشين بين وجعين، وجع الأسعار اللي بتاخد فلوسنا ووجع سرقت فلوسنا نفسها. عشان كده في السنتين اللي فاتوا لاحظنا ان السلطات الرقابية اطلقت قبضتها على الفساد الموجود وواصل لعصب الجهاز الاداري للدولة. مفيش حصر دقيق طبعا لكل قضايا الفساد المظبوطة في مصر ولا حجم الاموال المتحصل عليها. السبب ان هيئة الرقابة الادارية مش بتعلن عن القضايا الكبيرة من حيث حجم الاموال المهدرة أو من حيث درجة ونوع المسؤولين المتورطين فيها، مش كل القضايا بيعلن عنها. لكن بنظرة سريعة كده على أهم القضايا اللي ما كانش حد يتخيل إنها تكشف، الرشوة واختلاس المال العام هما الصورتان الأبرز والأهم لوقائع الفساد اللي كشفت عنها الرقابة الإدارية في الفترة اللي فاتت. التقارير الرقابية بتشهد إن ظاهرة الفساد ليها إيدين طايلة ومترسخة في قطاعات بعينها. أنهي قطاعات اللي سرقة المال العام والرشوة متفشيين فيها؟ تقارير الرقابة الإدارية بتقول وزارات التموين، الصحة، التعليم، الأوقاف، الزراعة، والإسكان. هم أبطال الفساد والرشوة وسرقة المال العام في مصر، اللي هي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور. كل ما كان فيه احتكاك بالناس كل ما مجال الفساد وسرقة المال العام كبر وانتعش. هما يسرقوا دي شغلتهم، واحنا نقفشهم دي شغلتنا. احنا دي مين؟ كل الجهات الرقابية بما فيها الإعلام.